الله يعطيكم العافية كمان مرة. الآن إحنا رايحين نبدأ بآخر سكشن بهذا الشابتر، وهذا الموضوع اللي هو سكشن 13.9 اللي هو الكتاليسيس، هو موضوع مكمل له أو يعني تابع لموضوع الميكانيزمز زي ما رايحين نشوف. أوكي سو خليني أولاً أعرف إيش يعني كاتاليست وإيش دوره، وبعدين بنشوف كيف بيشتغل وإيش آلية عمله. تمام، إذن first of all بنعرف الكاتاليست بأنهم مواد بتسرع، وهدفها الوحيد حقيقة هو تسريع الكيميكال رياكشنز. أوكي so catalyst speeds up reaction or reactions. However, they are not consumed by the reaction. يعني هم لا يستهلكوا بالoverall reaction. طبعا هم ممكن انهم يستهلكوا بواحدة من خطوات الelementary step، واحدة من خطوات الelementary steps بالميكانيزم، هذا صحيح وزي ما رحين نشوف بأمثلة كمان شوي، ولكن بالoverall reaction احنا بنضيف الكاتاليست وبنحصل عليه بالآخر، وبالتالي هو بالoverall it's not consumed، هو مش مستهلك ومش مادة مستهلكة، عشان هيك ما بنعتبره reactant، مع أنه بنضيفه ببداية التفاعل مشان يسرع الـ chemical reaction، ولكن إحنا ما بنعتبره reactant. تمام، وزي ما ذكرت قبل شوي الكاتاليستس أيضا appears in the mechanism but not in overall reaction. So هو ما بيظهر بالoverall reaction زي ما حكينا، ولكنه ممكن أو مش ممكن، لا هو حقيقة بيتفاعل مع الreactants والintermediates وإلى آخره بالخطوات المختلفة للميكانيزم. أوكي خلينا نشوف مثال على كيف بتفاعل الكاتاليست بكيميكال رياكشن. خلينا ناخذ التفاعل، خليني اقفز هون للاوفرول بعدين بروح للآلية للميكانيزم. اذا هون في عندي واحد من التفاعلات المعروفة البسيطة، اوكي اللي هو تفاعل الاوزون O3، وبتعرفوا انه الاوزون عبارة عن غاز، الموليكولز الغازيوس موليكولز هاي بتكون طبقة بالغلاف الجوي وبتحمي الأرض من الألترافيولت لايت، بتحمي الأرض من الأشعة الفوق النسجية اللي بتكون عندها طاقة عالية إنها توصل الأرض. الآن one molecule من الأوزون بتفاعل مع one oxygen atom والناتج بيعطيني two molecules of O2. اوكي طبعا هدول كلهم بالغازيوس ستيت، وانا بعتذر لاني الان اكتشفت اني نسيت اني اكتب هون غازيوس ستيت عند O3، ونسيت ايضا اني اكتب غازيوس ستيت هون عند O2، فبعتذر ولازم احطوها ملاحظات عندكم لانه هاي كلها لازم تكون بالغازيوس ستيت. هاوفر اذا هذا التفاعل اللي هو تفاعل اوزون O3 with oxygen atom كلهم بالغازيوس ستيت بيعطيني 2O2 molecules ايضا بالغازيوس ستيت. خلينا ننسى انه هون في عندي على الايرو، خلينا ننسى انه في عندي اي شيء هون. الان هذا التفاعل بصير، اوكي بصير لحاله، اوكي ولكن سرعته بطيئه جدا. كمان شوي بس بالنكست سلايد راح افرجيكم الفروقات بين هذا التفاعل اللي قاعد بحكي عليه الان مع التفاعل لما بنضيف كاتاليست. اذا كمان مره هذا التفاعل بصير يحدث بس سرعته بطيئة جدا، وفورتشنتلي الحمد لله انه سرعته بطيئة، لانه لو كان هذا التفاعل سريع then الاوزون O3 اللي بالاتموسفير اللي بالغلاف الجوي راح ينضب بسرعة، وبالتالي راح تكون الارض غير محمية، الطبقة هاي راح تتاكل وراح تكون الارض غير محمية من الاشعة الفوق بنفسجية الالتروفايولت لايت. وهي الاشعة طبعا زي ما بتعرفوا هي خطرة علينا لأنه عندها طاقة عالية، والطاقة العالية هاي ممكن تسبب مشاكل بالجلد وإلى آخره بالبشرة وإلى آخره. أوكي now what if إذا كان في عندي كلورين أتومز بوجود هاي التو رياكتانتس؟ well طبعا بدون وجود الكاتاليست هذا الرياكشن بصير بone step. أوكي يعني الميكانيزم تبعته عبارة عن one elementary step. احنا ما شفنا لحد الان امثله على
ميكانيزم بتكون من وان ستيب ولكن موجود في عندنا رياكشن زي هيك. على اي حال الوان ستيب هذا الرياكشن اللي بصير عندي بوان ستيب هذا واللي هو بطيء زي ما قلت لكم في حال وجود كاتاليست الآلية هون رايحة تتغير. اوكي كيف؟ شوفوا ايش بصير عندي هون. هون احنا انا هون قاعد بشرح الميكانيزم لهذا التفاعل بوجود الكاتاليست اللي هو الكلورين. Well then الكلورين راح يتفاعل مع الأكسجين الأوزون عفوا الO3 والنواتج هون راح تكون عبارة عن ClO زائد أكسجين. أنا أيضا نسيت هون الـ States of Matter وبعتذر كمان مرة. طبعا ما تستغربوا أني مهتم بـ States of Matter. إحنا لما نكتب Chemical Equation It's very important أنه نحدد States لأنه إذا كانت States هون يعني الحمد لله الآن أني أخطأت هذا الخطأ مشان أثير انتباهكم لهذا الموضوع المهم أنه إحنا لما بنحدد State هون it is important because لو كان عندي مثلا هون O2 liquid على سبيل المثال okay, then the energy لهذا الرياكشن ما راح يكون مساوي للإنرجي في حال إذا كان بdifferent states ولا أسباب أخرى كمان يعني. تمام إذن كمان مرة الكلورين أتوم بتفاعل مع الأوزون O3 وال products of this elementary step is ClO okay وoxygen molecule O2 والآن ClO بدوره طبعا واضح انه ClO هون عباره عن الانترميديت اوكي لانه نتج عندي بالخطوه الاولى واستهلك عندي بالخطوه الثانيه وبالتالي هذا بينطبق عليه literally تعريف الانترميديت. اذا الانترميديت الان بدوره بتفاعل مع الاكسجين اتوم اوكي اللي هو السكند رياكتانت بالاوفر اول اوكي وبينتج عندي Cl غاز زائد O2 زائد الاكسجين. لاحظ الآن لما بتجمع أولاً لما بتجمع هدول التو رياكشنز راح ينتج عندك الأول رياكشن. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية كمان مرة الCLO هون عبارة عن الانترميديت وخلينا الآن نحكي عن الCL. الآن الCL ما ظهر عندي بالأول رياكشن وهيك إحنا عرفنا الكاتاليست بالبداية إنه ما بيظهر عندي بالأول رياكشن. أوكي بس كمان الCL is not an intermediate. بذكر قبل مش متذكر قبل 2 or 3 فيديوز بذكر احنا مر علينا مش هذا الرياكشن ولكن رياكشن اخر وكان كنت نبهتكم انه كانت في ماده ما بتظهر كانت الايمانس اعتقد راح نشوف هذا المثال كمان شوي. الايمانس كانت ما بتظهر بالاوفر اول رياكشن تستهلك بالخطوه الاولى اوكي تنتج عندي بالخطوة مش متذكر الثانية أو الثالثة. فهاي ما كانت ما حكينا عنها intermediate بهذاك الوقت. أوكي هي مادة إحنا بنضيفها. أوكي زي Cl مثلاً زي الI minus بهذاك المثال أو Cl هون هاي عبارة عن مادة إحنا بنضيفها. أوكي بشان تغير الميكانيزم. لاحظوا إنه هون في عندي ميكانيزم جديد عن ال one step ميكانيزم اللي بصير بدون Cl وبالتالي احنا بهاي الحاله هو ما بيكون انترميديت Cl هون ما بيكون انترميديت وهذا بنسميه كاتاليست. اوكي لاحظوا انه الكاتاليست اللي هو Cl بهاي الحاله استهلك عندي بالخطوه الاولى اوكي ونتج عندي بالخطوه اللي بعدها وهذا هو حقيقة التعريف الدقيق للكاتاليست. أوكي يعني تقريبا ممكن نعتبره تعريف أدق من اللي موجود عندكم بالكتاب إنه فقط ما بيظهر عندي بالأوفر أول رياكشن ولكن هو بيظهر عندي بالميكانيزم. لا هو حقيقة التعريف الدقيق للكاتاليست إنه بتكون عندي بواحدة من الخطوات عفوا أنا أسف يستهلك عندي بواحدة من الخطوات وبتكون برجع بنسميها regeneration. regeneration يعني إعادة تكوين اوكي وبرجع بصير له ريجينريشن بصير له اعاده تكوين بوحده سواء بالخطوه اللاحقه او وحده من الخطوات اللاحقه بالالمنتري رياكشنز. اوكي الان السؤال هو التالي طيب ايش الفرق مو بكل الاحوال لما بنجمع هدول الستيبس التو ستيبس راح يعطيني هذا الاوفر اول رياكشن بالتالي ايش عمل الكلورين هون. طيب ما أصلاً كان عندي التو رياكتانس هدول هاي الرياكتانس اللي عندي تفاعلوا مع بعضهم البعض
واعطوني 2 اوكسجين مولكيولز، وهذا عباره عن انترميديت ما بظهر عندي بالاوفر اول، وهذا عباره عن كاتاليست ما بظهر عندي بالاوفر اول. طب اذا ايش 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 صار هون؟ ايش الفرق؟ هل هي فقط اختلاف ميكانيزم؟ طبعا نعم، هو اختلاف ميكانيزم، ولكن اختلاف الميكانيزم هذا بينتج عنه انه بسبب انه هون في عندنا ميكانيزم مختلف عن الرياكشن الاول اللي كان بدون وجود الكاتاليست. هذا بينتج عنه انه الاكتيفيشن انرجي راح تختلف، واختلاف الاكتيفيشن انرجي طبعا بهذا المثال اكتيفيشن انرجي راح تقل، اوكي، واختلاف الاكتيفيشن انرجي بسبب وجود الكاتاليست، تقليل قيمه الاكتيفيشن انرجي بسبب وجود الكاتاليست، هذا بيسبب انه الريت كونستانت راح يزيد، وبالتالي التفاعل راح يصير اسرع. حقيقة الآن بنقدر نلخص مبدأ عمل الكاتاليست بشكل عام، إنه بنقول إنه الكاتاليست، طبعاً الكاتاليست بيزيد التفاعل بوجهين أو بطريقتين مختلفتين، ولكن الطريقة الأهم اللي قاعد بناقشها الآن هي إنه the catalyst increases the reaction rate by providing a different mechanism. وهون في عنا different mechanism لما أضفنا الكلورين عن الخطوة الواحدة اللي كانت بدون كلورين. Okay, so by providing a different mechanism with a lower activation energy, EA, and when activation energy is reduced, بطبيعة الحال, the rate constant will increases exponentially. Okay, بطريقة exponential بزيد. هاي النقطة راح أثيرها كمان شوي. إذن الكاتاليست بسرع، إذا نرجع للتعريف الأول إنه الكاتاليست بتسرع الكيميكال رياكشنز، هذا هدفها، عشان هيك إحنا بنستخدمها. Okay. ليش الكيميكال رياكشن بتزيد سرعته؟ سمبلي لانه بوجود الكاتاليست الميكانيزم راح يختلف، وبالتالي هو بيسلك، اذا صح التعبير، هو بيسلك طريق مختلف، كونه الاليمنتري رياكشنز صارت عندي نيو هون، والميكانيزم صار عندي نيو ميكانيزم، وبالتالي الاكتيفيشن انرجي راح تختلف. في حال اذا كانت عندي الاكتيفيشن انرجي اقل، ذن بهاي الحاله بنسميها كاتاليست، ودوره بيكون إذن هو إنه بسرع الرياكشنز عن طريق تقليل قيمة الأكتيفيشن إنرجي. أوكي. هل الكاتاليست دائماً هيك؟ هل الكاتاليست دائماً بسرع الرياكشنز عن طريق تقليل الأكتيفيشن إنرجي؟ في معظم الأحيان نعم، ولكن في بعض الأحيان الكاتاليست بيشتغل بطريقة إنه بيزيد الفريكوانسي فاكتور. بذكركم إنه الفريكوانسي فاكتور A أو الأرينيوس فاكتور A اللي موجودة بالأرينيوس إيكويجن، K بيساوي A times exponential function مرفوع للقوة الكل ناقص activation energy على RT. هذا الأرينيوس إيكويجن بذكركم فيها. الأرينيوس فاكتور A كان بيعبر عن الأورينتيشن. أوكي، فمشان يصير أي chemical reaction في عنا شرطين حقيقة لازم يتحققوا. بذكركم الشرط الأول إنه لازم تكون عندي انرجي كافيه، كينيتيك انرجي كافيه للتصادمات تتجاوز البارير اللي بينشا من الاكتيفيشن انرجي. هذا الشرط الاول كان. والشرط الثاني انه لازم يكون في عندي بروبر اورينتيشن، وشفنا امثله على هذا الكلام مقتبس. الان الكاتاليست في بعض الاحيان وفي معظم الاحيان حقيقه هو بيلاقي ميكانيزم مختلف عن طريق اليمنتري ستيبس او اليمنتري رياكشنز مختلفه، في ما اذا ما كان في عندي كاتاليست، وبهي الحاله الاكتيفيشن انرجي بتقل، وبالتالي الريت كونستانت بيزيد. بس ايضا الريت كونستانت ممكن يزيد، وبالتالي السرعه ممكن تزيد، بسبب انه الكاتاليست بيوجه التفاعلات بشكل عام بانها تصطدم ببعضها البعض بي بروبر اورينتيشن، بي اورينتيشن مناسب. اوكي، فالكاتاليست بيكون عنده واحد من هدول الدورين. احنا رايحين نهتم هون حقيقة بالدور الأول له بعملية تقليل الاكتيفيشن انرجي. وخليني الآن أفرجيكم النكست سلايد كيف تتغير الاكتيفيشن انرجي لهذا الرياكشن. اوكي، طيب هاي الصورة أنا أخذتها من كتابكم. اوكي، وهي صورة يعني بتفرجيكم بالضبط ايش بصير هون. اوكي، سو هون في عندي، اذا كالعاده هون احنا قدام بوتنشال انرجي بروفايل. اوكي، البوتنشال انرجي بروفايل بيكون عندي على هذا الاكسس الانرجي. اوكي، وهون في عندي البروجريسيف رياكشن، فعلى هذا الاكسس البروجريسيف رياكشن بيعني الانتقال من الرياكتنس للترانزيشن ستيتس
للبرودكتس او من الرياكتنت للترانزيشن ستيت لانترميديت للترانزيشن ستيت للبرودكت. So سير التفاعل اذا صحت التسميه باللغه العربيه. اوكي اذا بهاي الرسمه للكيرف الاحمر, هذا الكيرف الاحمر بنلاقي الاكتيفيشن انرجي للتفاعل, هذا التفاعل اللي هو O3 زائد O اوكي بيعطينا 2O2 بدون الكاتاليست بدون الكلورين. اوكي هذا الكيرف الاحمر ينتج عنه هاي الاكتيفيشن انرجي, وقيمه هاي الاكتيفيشن انرجي از فور ذا انكاتالايزد رياكشن, يعني التفاعل اللي بدون كاتاليست. وبينما الكيرف الاورنج, هذا الكيرف بيمثل الكاتالايزد رياكشن. اوكي وبالتالي هاي قيمه الاكتيفيشن انرجي هي الاكتيفيشن انرجي فور ذا كاتالايزد رياكشن, يعني بمعنى اخر بوجود السيال. طيب لاحظوا اولا انه عفوا لاحظوا انه الانكاتالايزد رياكشن في عندي فقط one transition state. ليش في عندي one transition state؟ لانه قلت لكم قبل شوي انه اذا ما كان عندي كاتاليست فهذا الرياكشن بصير بone step. اذا لاحظوا انه one step هاي نتج عنها one transition state, وهون ما في عندي intermediate زي ما انتم شايفين. اوكي بينما الكاتالايزد رياكشن هون في عندي 2 ستيبس, لما بكون في عندي كاتاليست هون بكون في عندي 2 ستيبس. And in this case the 2 ستيبس هذول بنقدر نشوفهم بالانرجي بروفايل اور ذا بوتنشال انرجي كيرف للرياكشن. اطلعوا هون بين الرياكتنتس وبين البرودكت في عندي a first transition state نتجت عن الelementary step الأولى. إذن هاي الreactants للelementary reaction الأول, هاي الelementary reaction الأول. أوكي هاي الreactant Cl زائد O3, right on the reactant Cl زائد O3, وهون the products تبعت الelementary step الأولى اللي هي ClO زائد O2. إذن هاي النقطة هي بتمثل الانترميديت. هذا الحكي شوف ما احنا قبل ما يعني قبل ما تتجمد المحاضرات او قرار تعليق الدوام بالجامعة. اوكي anyway so هون في عندي انترميديت, وبالتالي بما انه هذا elementary reaction اذا هون في عندي transition state. اوكي الان for the next step اوكي عفوا انا اسف نرجع السلايد لورا. For the next elementary step or the next elementary reaction هون بدوره كمان في عندي, راح يكون في عندي reactants, راح يكون في عندي products, وبينهم راح يكون في عندي transition state. اذا زي ما انتم شايفين هون في عندي ال intermediate اوكي اللي هم ال products of the first elementary step, وفي عندي transition state مشان انتقل لل products of the second elementary step. alright طيب هاي كانت الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية الآن لاحظوا إنه الـ uncatalyzed reaction عنده قيمة, وهذا المهم مشان نفهم الكاتاليست كيف تشتغل, عنده قيمة activation energy أعلى من قيمة الـ activation energy للـ catalyzed reaction. وإحنا بنعرف إنه لما الـ activation energy بتقل الـ rate constant K بده يزيد. أوكي برجع بذكركم كمان مرة بأرينيوس equation. أرينيوس equation بنعبر عنها بالطريقة التالية, K rate constant بيساوي Arrhenius factor A ضرب exponential function ناقص activation energy على RT. فلما الactivation energy بتزيد rate constant بده يقل, ولما لما الactivation energy بتقل rate constant بده يزيد. اوكي شفنا هذا الموضوع ايضا بالتفصيل قبل بمحاضراتنا النظامية. وهون الاكتيفيشن انرجي قاعده بتقل سيجنيفيكانتلي, اذا الريت كونستانت بهاي الحاله بده يصير اعلى, وبالتالي ذا ريت اوف ذا رياكشن بده يصير اسرع. اوكي في كمان ملاحظه ثالثه بدي احكي لكم اياها. الان اكيد انتم رايحين تعتقدوا انه بما انه هون, خليني احكي عن ارقام تقريبيه هون. اوكي بما انه هون الاكتيفيشن انرجي قلت, يعني مثلا هون اذا بدي افترض انه هذا الصفر, وهون عندي 10 كيلو جول,
هون عندي 20 كيلو جول، فمثلا خلينا نقول تقديرا هيك ارقام تقريبيه انه المسافه من هون لهون بتساوي تقريبا قديش نقول 18 كيلو جول بير مول، يلا خلينا نقول 18 كيلو جول بير مول. اوكي كمان مره هي ارقام تقريبيه للانكاتالايزد رياكشن 18 كيلو جول بير مول. هون للكاتالايزد رياكشن قيمه الاكتيفيشن انرجي هاي بتساوي يعني تقديرا قديش، تقديرا هاي نص هاي المسافه، وبالتالي قاعدين نحكي عن 5 كيلو جول بير مول، خلينا نقول 5 كيلو جول بير مول. اوكي وبالتالي يعني من 18 ل 5 كيلو جول بير مول تقريبا يعني عندي نزل الاكتيفيشن انرجي، نزلت قيمته تقريبا 3 مرات ونص. اوكي ايش بتعتقدوا؟ بتعتقدوا انه الرياكشن راح يكون اسرع بثلاث مرات، انه الريت كونستانت راح يكون اكبر بثلاث مرات ونص؟ طبعا الجواب لا، الرياكشن راح يكون اسرع ب، انتبهوا لهذا الرقم كويس وهو مش مبالغه، الريت كونستانت بهاي الحاله راح يكون اسرع بملايين المرات. اوكي ملايين المرات. والسبب انه العلاقه بين الريت كونستانت مع الاكتيفيشن انرجي هي علاقه اكسبوننشال. اوكي it is an exponential، خلينا استخدم الانوتيشن هون. اوكي الريت كونستانت كي، اسف خطي ما راح يكون جميل نهائيا، ولكن هون انا يعني بعتقد اني بحاجه اني اكتب الارينيوس ايكويشن، كي بيساوي، بعتذر كمان مره عن الخط الجدا سيء، ولكن كي بيساوي اي اللي ارينيوس فاكتور تايمز اكسبوننشال فانكشن، بعرف انه خط كثير بشع انا اسف، مرفوع للقوه ناقص اكتيفيشن انرجي اي اي. اوكي اكتيفيشن انرجي اي اي، هاي اي ما بعرف كيف راح اكتبها بس بدي احاول اكتبها، اي اي على ار تي. تمام فاذا احنا حكينا انه لما بتزيد الاكتيفيشن انرجي الريت كونستانت راح يقل لانه هذا اكسبوننشال فانكشن، وهون عندي ناقص، ولما بتقل الاكتيفيشن انرجي طبعا الريت كونستانت راح يزيد. اوكي بس لانه العلاقه هون اكسبوننشال، هون في عندي اكسبوننشال فانكشن، اذا خلينا نرجع الماوس، اذا بما انه هون في عندي اكسبوننشال فانكشن، اذا حقيقه اذا الاكتيفيشن انرجي نزلت قيمتها 50% فقط 50% اسف، اذا الاكتيفيشن انرجي نزلت قيمتها فقط 50% الريت كونستانت ما راح يكون اكبر بقيمه 50%، راح يكون اكبر بقيمه كمان مرة مئات الألاف من المرات وممكن ملايين المرات، تقدروا تحسبوها بالمناسبة. أوكي تقدروا تفترضوا قيمة معينة للأرينيوس إكويشن ولا يكون واحد، والR is a constant، وT تقدروا تفترضوها room temperature 298 كلفن، وجربوا قيمة مثلا 20 كيلو جول 20 ألف جول للأكتيفيشن إنرجي، احسبوا قديش الريت كونستانت، وجربوا قيمة 10,000 جول أو 10 كيلو جول واحسبوها وشوفوا قديش بيطلع عندكم الريت كونستانت، وشوفوا الفرق بين التو ريت كونستانت قديش راح يكون، راح يكون الفرق بمئات الالاف. وهون لانه نزل عندي خليني اعمل اندو لكل هاي، اوكي مش قاعد بعمل اندو وات ايفر اورايت انا اسف. اوكي خلينا نرجع للسلايد، او ام سوري اوكي خلينا نرجع للسلايد، اذا ام سوري كمان مره. اوكي تمام اذا 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 لانه هون تقريبا بنزل الاكتيفيشن انرجي بتنزل قيمتها من تقريبا 18 كيلو جول ل 5 كيلو جول، يعني تقريبا ثلاث مرات ونص، فهون الريت كونستانت راح يكون اسرع بملايين المرات. اوكي فبنتخيل قديش تغيرات بسيطه بالاكتيفيشن انرجي قديش بتاثر على الريت كونستانت. هاي كانت الملاحظة الثالثة. أخيرا بحب أقول لكم إنه الكاتاليست إحنا بنستخدمها كثير وهي كثير مستخدمة بالصناعة مشان نسرع التفاعلات الكيميائية، بس هذا المثال تحديدا هذا مش مثال من الصناعة. بهذا المثال unfortunately وجود الكلورين إحنا هون ما بدنا إياه، فوجود الكلورين بالجو زي ما أنتم شايفين بسرع هذا الرياكشن، وبالتالي بخلي من الأوزون اللي موجود بالأتموسفير إنه ينضب، وهي مشكلة. على فكرة هذا الرياكشن كثير اندرست من الناس المتخصصين بالانفايرومنتال كيمستري، كيمياء البيئة، لأنه هو حقيقة مصدر كل المشاكل بالأوزون. طبعا الكلورين بيكون بالجو بسبب بعض مخلفات المصانع والعوادم السيارات وإلى آخره. أوكي تمام أوكي ملاحظة أخيرة
قبل ما انتقل للسلايد الاخير، ملاحظه اخيره انه هل اذا انا بضيف ماده دائما الميكانيزم اللي بينتج عنه اكتيفيشن انرجي اقل؟ طبعا الجواب لا. اوكي، في بعض الاحيان زي ما ممكن انه يكون الاكتيفيشن انرجي اقل، في بعض الاحيان ممكن يكون انه الميكانيزم، عفوا انا اسف، الميكانيزم اللي 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 بيصير بوجود الكاتاليست ممكن يكون عنده قيمه اكتيفيشن انرجي اعلى. اوكي، وبهي الحاله الماده هاي اللي بضيفها بتصير بتبطئ الكيميكال رياكشن. اوكي، والمواد اللي بتبطئ الكيميكال رياكشن بنسميها انهبيتورز. انهبيتور يعني ماده مثبطه للتفاعل، والانهبيتورز هي مواد بتبطئ الكيميكال رياكشن. وخليني اقول لكم شغله، زي ما الكاتاليست مهمه بالصناعه ومهمه بكثير تطبيقات، زي ما الانهبيتورز كمان مهمه بالصناعه ومهمه بكثير تطبيقات. فاحنا مش بس نهتم بتسريع، في بعض الاحيان مش بس نهتم بتسريع الكيميكال رياكشنز، احيانا بنهتم ب تبطئ الكيميكال رياكشنز. ليش؟ لانه مرات مثلا ممكن بدنا ندرس الكيميكال رياكشنز كيف بتصير والى اخره، فلها استخدامات يعني الانهبيتورز. طبعا بالفارماكولوجي بالصيدله مفهوم الانهبيتورز مفهوم كثير مهم. على اي حال احنا ما بدنا ندخل بالتفاصيل الان لانه يعني هاي فقط معلومات لكم مش كثير ضروريه، كان قصدي الانهبيتورز يعني مش كثير شيء مطلوب منكم، ولكن انا بحب هيك مرات اني اربط بعض المواضيع اللي انا بشوفها انترستينج لكم، اني بلاقيها فرصه اني اذكر بعض المعلومات المهمه او الحلوه او الانترستينج. اوكي، الان خلينا نختم كل هذا السكشن والتشابتر بالتالي بذكر لانواع الكاتاليست. حقيقه بنقسم الكاتاليست هون، انا حاطط ثلاث انواع، خلينا النوع الثالث نحكي عنه بالاخر، ولكن بشكل عام باستثناء النوع الثالث هذا نقدر نقسم الكاتاليست لنوعين. اوكي، النوع الاول بنسميه هوموجينيوس كاتاليسس او هوموجينيوس كاتاليست، والنوع الثاني بنسميه هيتروجينيوس كاتاليسس. والفرق بين الاثنين كثير بسيط، الهوموجينيوس من الاسم متجانس، الهوموجينيوس كاتاليسس بيكون الكاتاليست in the same phase او in the same state as the reactant species. يعني اذا كان عندي reactant species، هذا المثال بالمناسبه شفناه قبل هيك، هذا واحد من الاكزامبلز اللي شفناها قبل هيك في بالفيديوز الأولى، أعتقد بالفيديو الثاني مش متذكر أو الأول. المهم إذا نلاحظ هون إنه أو بالتالي وبذكركم كان إنه الـ I minus هو الكاتاليست. أوكي أوكي، خليني أشرح هذا الرياكشن. إذا هون في عندي two molecules of H2O2 hydrogen peroxide in the aqueous state. أوكي، بتفاعل بوجود ال عفوا بتفاعله بيعطي ال H2O in the liquid state and O2 in the gaseous state. الآن بوجود الكاتاليست هذا الرياكشن بيسلك ميكانيزم مختلف. بوجود الكاتاليست بصير عندي رياكشن التالي: H2O2 in the aqueous state بتفاعل مع الأيودايد أيون. الأيودايد هون بنضيفه ككاتاليست ببداية التفاعل مشان يتفاعل مع الهيدروجين بيروكسيد، وبينتج عنه 1 molecule of H2O and one molecule of hypoiodide ion IO minus. والآن another molecule of H2O2 hydrogen peroxide بتفاعل بدوره مع ال intermediate ال hypoiodide ion مشان ينتج عندي 1 molecule of H2O and 1 molecule of oxygen, and the catalyst هون is regenerated, أعيد إنتاجه بعد ما استهلك بخطوات الميكانيزم، وبالتالي ال I minus هون الميكانيزم. الآن لاحظ عشان اشرح فكره الهوموجينيوس كاتاليسس، واحنا قلنا ان الهوموجينيوس كاتاليسس انه الرياكتانتس والكاتاليست بيكونوا ان ذا سيم فيز او ذا سيم ستيت. لاحظ انه الرياكتانت هون هو عباره عن الاتش 2 او 2 هي الاوفر اول رياكشن، وهو بالاكويوس ستيت. لاحظ هون كمان انه الكاتاليست ايضا بالاكويوس ستيت، فلما يكونوا التو رياكشنز بالاكويوس ستيت اذا هذا بالتعريف هو عباره عن هوموجينيوس كاتاليسس. اوكي، مع انه الكاتاليست بالالمنتري رياكشنز بنكتبها كرياكتانتس وكبرودكتس زي ما هو واضح هون، ولكن بالاوفر اول رياكشن احنا قلنا انها ما بتظهر، لذلك ولهذا السبب احنا بنكتبها فوق السهم، فوق الايرو اللي بينقل الرياكتانتس للبرودكتس. اوكي، هاي ملاحظه كمان انا يعني بجوز انتم انتبهتوا عليها هون ولكني ما ذكرتها بذاتها. وهون نفس الشيء، السي ال لاحظوا حطيناه فوق السهم. عاده بنستخدم الاسهم احنا بالكيميكال رياكشنز مشان
نذكر فيها الكاتاليست مشان نذكر فيها السولفنت اللي بنستخدمه مشان نذكر فيها ظروف الرياكشن زي مثلا التمبريتشر او البريشر الى اخره. اوكي سو بما انه هون كمان مره الكاتاليست والرياكتنت بنفس الفيز اذا هذا بنسميه هوموجينيوس كاتاليسيس. هاوفر إذا اختلف الآن وهذا النوع الثاني، إذا اختلف الفيز بين الكاتاليست مع الرياكتانت سبيشيز مع الرياكتانت then هذا بنسميه هيتيروجينيوس كاتاليسيس، وهيتيروجينيوس معناها غير متجانس والسبب إنه الكاتاليست ما بيكون متجانس مع الرياكتانت. alright okay طبعاً الهيتيروجينيوس كاتاليسيس كثير تستخدم بالصناعة، وخليني أقول لكم إنه معظم المواد الكيميائية تنتج بالصناعة وهي مش مبالغة نستخدم لها هيتيروجينيوس كاتاليسيس مشان تسرع ريت كونستانتس تبعتها، وبالتالي مشان نسرع ريتس أو مشان تكون عندها ريتس أعلى يعني سرعات أكبر. أوكي فالهيتيروجينيوس كاتاليسيس كثير يستخدم بالصناعة وله تطبيقات كثير، وهذا الموضوع حقيقة موضوع الكاتاليسيس يعني هو تخصص بالكيمياء وتخصص هام بالكيمياء أيضا، فإحنا فقط بدنا نفهم يعني أشياء محددة رئيسية وبسيطة زي ما شفنا، وإن شاء الله فعلا أنها تكون بسيطة. أخيرا في عندنا نوع جدا مهم من الكاتاليست اللي هو الإنزيمز، والإنزيمز هي عبارة عن biological substances، هي عبارة عن proteins، هي عبارة عن biochemical molecules. okay. وهاي الإنزيمز واحدة من أهم وظائفها، وقد تكون الـ يعني الوظيفة كما مرة الأهم إلها، هي تسريع البيولوجيكال reactions. البيولوجيكال reactions بنسميهم البيوكيميكال reactions، يعني بمعنى آخر الكيميكال reactions اللي بتحدث اللي بتصير بأجسامنا، الكيميكال reactions اللي بتصير داخل الكائنات الحية، داخل خلايا الكائنات الحية، كل الكائنات الحية. أوكي هاي reactions إذا كانت إذا تركت لحالها راح تكون كثير بطيئة، والإنزيمز معروف عنها إنها very selective للبيوكيميكال reactants، وبالتالي بتسرع سرعة البيوكيميكال رياكشنز اللي هي التفاعلات اللي بتصير بالكائنات الحية. ما بدي طبعاً موضوع الإنزيمز أيضاً هو حقيقة تخصص كامل، يعني ما بدي أذكر إشي أكثر من هيك، أعتقد إنه لهون كافي. ما بدنا أو ما بنطلب منكم تعرفوا أكثر من حقيقة أو معلومة إنه الإنزيمز يعبر عن كاتاليست خاصة ب البيوكيميكال رياكشنز، ولكن بالمناسبة مرات أيضاً ممكن نستخدم الإنزيمز بالصناعة. يعني مش شرط الإنزيمز دائماً بتسرع فقط البيوكيميكال رياكشنز، أكيد هي بالطبيعة بتسرع البيوكيميكال رياكشنز، ولكن عفواً ممكن أيضاً إنه نستخدمها بالصناعة. وهيك بنكون هذا آخر سلايد بهاي مجموعة السلايد، وهيك بنكون خلصنا هذا السكشن، وهيك بنكون خلصنا ايضا هذا التشابتر. ان شاء الله انكم يعني استفدتوا من مجموعه المحاضرات هاي. يوم الخميس ان شاء الله راح نلتقي او راح انزل فيديوز تشابتر 14 اللي هو about chemical equilibrium. والان خليني بس يعني بس احولي كمان بكمان دقيقه واحده فقط، خليني اقول لكم انه بما انه الان خلصنا التشابتر بتأمل إنه المحاضرات هاي عن طريق الفيديوز بتأمل إنها كانت واضحة. أنا يعني بصراحة لما رجعت حضرت آخر الفيديو قبل هذا الفيديو، الفيديو قبل الأخير لما حضرته، لقيت إنه يعني أنا أسهبت كثير بالشرح لدرجة الملل، يعني أنا نفسي مليت من نفسي وأنا بسمع حالي لوين أو كيف كنت أعيد بعض الأفكار. بس ما في مشكلة في سبيل أن تكون الأمور واضحة، أنا مش منزعج من هاي الشغلة، ولكن إذا كانت الأمور واضحة وبتمنى أنها واضحة فهذا ما لازم يغرركم بأنكم أنتم فاهمين كل إشي والأمور تمام. أنتم حقيقة بما أنه الآن خلص الشابتر أنتم الآن لازم تبدأوا بحل الأسئلة، وبدون حل أسئلة خليني أكون صريح معكم، بدون حل أسئلة اعتبروا حالكم أنكم ما درستوا. يعني معلش سامحوني على صراحتي الزايدة، بس حقيقة هذا اللي أنتوا لازم تعملوه. حضور هاي المحاضرات والفيديوز كويس وهو ضروري، ولكن الأهم من هيك أنكم الآن دوركم أنكم تشتغلوا بالأسئلة
واحنا حطينا لكم بالاي ليرنينج اجوبه هاي الاسئله، حطينا لكم التشابترز، وبنهايه كل شابتر في اسئله، فبتقدروا تبداوا بحل الاسئله هاي، وحطينا لكم كمان الاجوبه مشان تتاكدوا انه اجوبتكم صح. وبعرف انه هذا بياخذ وقت، ولكن يعني بالظرف الحالي اعتقد انه هذا الاشي بتقدروا تعملوه. وبس، واسف اذا كنت طولت عليكم بالمحاضرة اليوم. انا نزلت فقط 2 فيديوز لانهم طوال شوي، يعني مجموع اوقات الفيديو الاول والثاني اعتقد انه بشكله بالراحة اكثر من 50 دقيقة، فما في 3 فيديوز اليوم، في فقط 2 فيديوز بشكل محاضرة اليوم. ان شاء الله بالتوفيق، الله يوفقكم، واحنا قلوبنا معكم وامنياتنا ودعواتنا لكم ان شاء الله بالتوفيق والنجاح والصحة والسلامة، والله يعطيكم العافية.